أثارت تصريحة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر بمنح المحافظات 20% من عائدات ثرواتها الطبيعية جدلا واسعا في محافظة حضرموت والتي تضم أكبر حقول إنتاج النفط في البلاد، حيث عبرت الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع عن خيبة أملها في نتائج زيارة بن دغر الأخيرة للمحافظة، قائلة بأنها لم تلبي المطالب التي خرج بها مؤتمر حضرموت الجامع، وفي مقدمتها إعلان حضرموت إقليما مستقلا وتمكينه من 50% من عائدات ثرواته الطبيعية. استمرار تجاهل الحكومة التي لم تلبي زيارة رئيسها لحضرموت المطالب المبينة في مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، وعدم تمكينها من كافة حقوقها وحرمانها من إيرادات شحنات النفط بنسبة لا تقل عن 50% كحد أدنى مع نقل مكتب شركة بترو مسيلة إلى حضرموت. الأوضاع الأمنية بالوادي تصدرت قائمة القضايا التي تناولها الاجتماع الاستثنائي للهيئة العليا للمؤتمر، محددة عددا من النقاط لاحتواء الانفلات الأمني في تلك المناطق. فتح باب التجنيد لأبناء حضرموت القيام بأداء المهام الأمنية في مديريات الوادي والصحراء واستلام النقاط الأمنية. وبات من الواضح أن ملفي الأمن وتقاسم الثروات سيصبحان مرتكزا للخلاف الذي بات يلوح بالأفق بين الحكومة ومكونات سياسية واجتماعية بالمحافظة. المؤتمر جمع حضرموت الكل، قبلي ومدني وشرائح ومكونات وأحزاب وغيرها، كل شرائح المجتمع الحضرمي في هذا المؤتمر، وهناك مخرجات أعدها المؤتمر وأعلن عنها. إذا لم يتم هناك أنصات لتنفيذ مطالب حضرموت سوف تأتي أمور تصعيدية فريدة من نوعها جديدة تكون على مستوى حدث، على مستوى حضرموت الكل. ويخشى مراقبون من أن تؤثر مثل هذه الخلافات على عمليات تصدير النفط الخام من حقول المسيلة، في ظل تزايد الدعوات من قبل بعض المكونات السياسية والشعبية لاستخدام ورقة النفط للضغط على الحكومة. انتهت زيارة بن دغر لحضرموت، لكن الجدل حولها لم ينتهي بعد، ففي حين وصف المحافظ الزيارة بالناجحة، ترى الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع عكس ذلك، ملوحة بما وصفته بالتصعيد النوعي إذا لم يتم الاستجابة للمطالب التي خرجت بها وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.